كل التحيه لحضراتكم مشاهدينا الكرام يوم جديد وحلقه جديده من برنامجنا مع الناس في بدايه الاسبوع. عندنا موضوعين في غايه الاهميه الموضوع الثاني كالمعتاد فقرتنا الطبيه الثابته والنهارده هنتكلم عن مشاكل امراض الكبد والفيروسات والطرق الحديثه في العلاج وايضا الوقايه. اما فقرتنا الاولى فنتوقف امام قامه كبيره من قامات التاريخ ونتحدث عن الدكتور محمد ابو زهره مع الباحث في التاريخ الدكتور عبد الرازق عيسى لكن كالمعتاد من أصعب حضراتكم في جولة إخبارية سريعة وعندنا خبرين حقيقة لفت نظرنا هتوقف مع الأول منهم من خلال صحيفة اليوم السابع وهو بعنوان الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بنويبة على مساحة مليون متر مربع التفاصيل وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 40 مليون جنيه على مساحة مليون متر مربع وتوفر 14 ألف فرصة عمل وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن هذه المنطقة ستحقق عائدا استثماريا يقدر بنحو مليار دولار بعد الانتهاء من الإنشاءات وتغطي تكلفتها بالكامل خلال عشر سنوات خلونا نقف مع عناوين الاخبار ونرجع نستكمل مع حضراتكم ما لدينا من تفاصيل الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بنويبع على مساحة مليون متر مربع لتوفير أربعة عشر ألف فرصة عمل وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتكريم المجندين المشاركين في العمليه سيناء 2018. الزام الحكومه باضافه 80% من العلاوات الى الاجر المتغير لاصحاب المعاشات. الثلاثاء وزير التموين يعلن عن معرض سوبر ماركت اهلا رمضان. الثاني والعشرون من إبريل بدء تسليم 192 وحدة بدار مصر الشيخ زايد وزير التجارة والصناعة يصدر قرارا بالسماح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة وزيرة الاستثمار 16 مليار دولار لتنمية سيناء الصحة توفر 92 بديلا لأدوية غير متوفرة القمر الازرق اول قمر بدر بفصل الربيع يزين سماء الوطن العربي اليوم غدا الاقباط يحتفلون باحد السعف مرحبا بحضراتكم مجددا الخبر الاول اللي قريناه قبل عناوين الاخبار هو موضوع انشاء منطقه حره في جنوب سيناء تحديدا في نويبة على مساحه مليون متر مربع خلونا نعرف تفاصيل اكثر وتداعيات انشاء هذه المنطقه من خلال هذا الاتصال الهاتفي مع الدكتوره بسنت فهمي الخبيره الاقتصاديه وعضو مجلس النواب اللجنه الاقتصاديه تحديدا مساء الخير دكتوره بسنت مساء النور يا فندم حضرتك اهلا خليني يعني بس ارجع بذاكره اعتقد انه كان في لغط كتير حوالين فكره قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من موضوع اقامه مناطق صناعيه أه وده كان مثار اعتراض البعض حتى لا تتحول الدوله الى فكره كانتونات يعني لكن في النهايه خرج القانون بالموافقه على انشاء مناطق صناعيه أه اولا حضرتك مع ولا ضد ثانيا اهميه اقامه المنطقه الحره في نويبع دكتوره بسنت لا انا مع طبعا وكنت بحتاج احتجاج شديد على الغائها اولا لان احنا عندنا مناطق كثيره ناجحه جدا بتشتغل وبتدفع فلوس للدوله وبتشغل عمال وفتحة بيوت وبتبعد عن البيروقراطيه برضه عشان نفهم ليه احنا مصرين على هذا الكلام ما نقدرش ننكر ان مصر فيها حجم من البيروقراطيه عشان نخلصه ممكن نقعد يعني مش عايز اقول لحضرتك عشرات السنين عشان نغير كل هذا الكلام طب لا. مش معقوله هنفضل مستنيين العمر كله لا احنا ننشئ مناطق بنسميها مناطق خاصه مناطق اقتصاديه خاصه مناطق اقتصاديه حره بتنشا بقوانين اسهل بكثير كانك خارج دوله مصر مم. وبيبقى عليها كانتون طبعا جمارك ما بتبقاش جوه البلد يعني بتبقى الهدف منها الانتاج والتصدير ثم التصدير وان بعد جوه البلد يبقى كانها جايه من الخارج بتدفع جمارك الى اخره يعني عظيم لكن الهدف الاساسي الحقيقه هو زي ما قلت لحضرتك كده ابعد عن الروتين زي بالظبط منطقه قناه السويس المحور ايه قوه محور قناه السويس؟ ابعد عن الروتين القاتل اللي احنا دوله قديمه قوي وقوانينها قديمه قوي وعلى ما تقعد بقى تمسك قانون قانون تغيره ربنا يديك العمر. نعم. فلقينا ان دي بالعكس المناطق اللي موجوده ناجحه جدا وليه ما نزودهاش لغايه ما نستطيع ان احنا فعلا نغير خالص من كل النظم اللي موجوده والبيروقراطيه القاتله. ولذلك انا مع هذا بالعكس مع وجودها ومع زيادتها وكل ما هتلاقي منطقه بتتاسس هي منطقه بتتاسس يعني ايه؟ يعني بتت... بتتحوط وبعدين بيتعمل لها القانون الخاص بيها ثم تخش جوه بقى تلاقي مصانع وعمال و... وانتاج واستيراد وتصدير وعمله ودفع كل حاجه وضرايب فلكن بنظم اخف من البيروقراطيه الشديده بس هو ده الهدف الأساسي. يعني. عظيم. طيب فكرة إقامة منطقة حرة في نويبع شايفة زي دكتورة بسنت يعني؟ شوف حضرتك أي منطقة تقام صناعية في أي مكان جوة مصر في نويبع أو غيرها هي مكسب لمصر. لما بتقام كمان بيننا وبين دول يعني نويبة لو طرحت حضرتك موقعها فين بيننا وبين دول اخرى قريبه قوي اردن السعوديه فلسطين كده. لما بتبقى قريبه قوي من دول اخرى النشاط بيبقى يمكن اكثر سرعه في التفكير ممكن تكون مشروعات مشتركه بيننا وبين الدول القريبه قوي يعني هي منطقه طبعا مليون متر مربع دي مساحه مش بسيطه لكنها ان شاء الله يعني نشوف كده بعد كام سنه نلاقيها كلها اتفرشت مصانع واستثمارات ونحس بالفائدة لنا وللدول اللي حوالينا يعني أنا دائما أقول في الأول إحنا عاوزين يحصل تعاون بيننا وبين الدول العربية وبعد فترة عدد من السنين يبقى في حاجة اسمها تكامل لكن نبتدي بالتعاون التعاون في المناطق الحرة أسهل بكتير من إنه كل واحد يدخل داخل نظم الدولة الثانية ويبقى فيها مشاكل كبيرة دكتورة بس أنت بعيدا عن هذا الموضوع لجنه السياسات النقديه في البنك المركزي خفضت الفايده بنسبه 1% تثبيت الدولار الجمركي وزير الماليه عند 16 جنيه حضرتك هل بدانا نجني ثمار الاصلاح الاقتصادي؟ بالظبط كده احنا الفايده دي من اهم الادوات اللي بيستخدمها البنك المركزي في اداره السياسه النقديه. ما فيش شك ان التضخم انخفض وما دام التضخم انخفض انا عندي حريه ان انا اخفض الفايده كمان. وتخفض الفايده بيبقى ده افضل لمناخ الاستثمار، المستثمرين بتبقى تكلفه الاقتراض بالنسبه لهم اقل. نعم. فالحمد لله ابتدت الامور تتضح التضخم بيقل، البطاله بتقل، العجز بيقل، الاحتياطي في البنك المركزي بيزيد يعني كل المؤشرات عجز التجاري، الميزان التجاري بيقل، كل المؤشرات الحمد لله الاقتصاديه متجهه في الاتجاه السليم. ولذلك بنيجي نقول انه هتلاحظ بقى حضرتك في الفتره الجايه ده هيشعر إيه بيه المواطن، اول حاجه هيشعروا بيها النهارده هي اسعار الاسماك. اسماك. لانه فعلا اه لان فعلا كانت الفتره الاخرانيه ابتدينا نعمل مزارع السمك ونطرح صدرنا في الاول مب... كميه مش بطاله لكن دلوقتي ابتدت اسعار الاسماك تنخفض في السوق. نعم. وهيلاحظ المواطن في الفتره الجايه انصفات حاجات كثيره قوي خصوصا من السلع الغذائيه. نتمنى يبقى في التزام شويه من التجار بس الحقيقه لانه في مشكله كبيره انا بشكرك شكرا جزيلا نائبه دكتوره بس انت فاهمي عضو مجلس النواب بشكر حضرتك على هذه المداخله القيمه من الشروق الزام الحكومه باضافه 80% من العلاوات الى الاجر المتغير لاصحاب المعاشات تفاصيل بتقول انه قضت محكمه القضاء الاداري برئاسه المستشار عبد الله عبد النبي نائب رئيس مجلس الدوله بالزام مجلس الوزراء ووزاره التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات اصحاب المعاشات المتمثله في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوة شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة من حياته وهي غير مضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي ومع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات حيث إن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن يعني كل منهم من مواجهة احتياجاته وما يعانيه أو مواجهة ما يعانيه من عجز ومرض خصوصا في ظل هذا الـ الحقيقه نسبه التضخم طيب دكتور سعيد الصباغ او الاستاذ سعيد الصباغ رئيس مجلس اداره النقابه العامه للمعاشات استاذ سعيد مساء الخير اهلا مساء الخير يا فندم اهلا بحضرتك كيف ترى هذا الحكم؟ لا الحكم بكل المقاييس وانتصار لاصحاب المعاشات و يعني تاكيد على ان حقوقهم مصانع بالقضاء المصري العادي يعني انا شايف ان الحكم اعاد لاصحاب المعاشات حقهم في ضم العلاوات اللي تم يعني الاعتداء عليها اعتبارا من 2006 وحتى تاريخ اليوم بدون سبب يعني, يعني العلاوات دي إيه توقفت عن الضم للمعاش من 2006 يا استاذ سعيد؟ من 2006 اه وده اثر و... طبعا الاجمالي اللي بيتقاضاه المحال الى المعاش شهريا يعني انت لما يكون بتضم 80% من قيمه الخمس علاوات اللي ما انضموش للاجور الاساسيه واخد بال حضرتك طبعا ده يعني بيكون عندك مبلغ انت بتم استقطاعه بدون وجه حق من اصحاب المعاشات طبعاً. كل من خرج من من من, من على المعاش اعتبارا من 1/7/2006 من وحتى تاريخ اليوم. مم. يعني الاول مثلا المحكمه الدستوريه انتصرت للي كانوا خارجين بسبب الاستقاله لان انت كنت لغايه 2005 بتضم العلاوات دي للي خارج بسبب العجز او الوفاه او الشيخوخه. لكن أيه. كنت بتمتنع عن ضمها للي خارج بسبب الاستقاله. مم. المحكمه الدستوريه في 13/5/2005 صدر حكمها في الدعوه رقم 33 لسنه 25 قضائيه وقال ان ده فيه عدم دستوريه والزم التامينات الاجتماعيه بان هي تضم الخمس علاوات دول وما ترتب عليهم من اثار يعني معناها انها تديهم الاثر الرجعي كمان عن هذه العلاوات فما كان من التامينات ومن وزاره الماليه الا انها تجبرت على كل اصحاب المعاشات وحرمت كل اصحاب المعاشات وكانها بتعاقب اصحاب المعاشات على حكم المحكمة الدستورية وبتقول للمحكمة الدستورية كمان إذا كنت أنت رفعت الظلم عن بعض الناس إحنا قادرين إن إحنا نقع نوقع الظلم على كل الناس طيب أستاذ سعيد قد يسأل سائل من أين توفر هذه الحكومة هذه الموارد المالية لتغطية هذه الزيادة الكبيرة واللي بالتأكيد هتسبب مشكلة في في الموازنة يعني خلينا نتفق الأول أساسا إن المسألة يعني أنا مثلا لما صدر الحكم المحكمة الدستورية سنة 2005 أموال المعاشات كلها على بعضها ما كانتش وصلت 400 مليار جنيه. أموال المعاشات النهارده واصلة حوالي 785 مليار جنيه، ده نمرة واحد، نمرة اثنين أنت عندك النهارده حوالي 393 مليار جنيه، أنت واخدتهم النهارده واخد بالك بفوايد بتصل 9% في الوقت الاستثمارات المباشرة للصندوقين عاملين 15.2% الفاقد لوحده اللي المفترض لان هذه الاموال اموال خاصه والصناديق دي صناديق خاصه واصحاب المعاشات دي اموالهم بيتم استقطاعها طول فتره عملهم من عملهم, عملهم واخد بال حضرتك فيجب ان لا يتم خلط الاوراق اما يبقى عندي 167 مليار اصلا م. موجودين على وزاره الماليه ما بتسددش عنهم تامينات ما ما بتسددش عنهم فوايد نعم. والرقم ده لوحده بيصل الى حوالي من 17 الى 18 مليار جنيه سنويا لا هو الحكم ده لو كان هيكلف هي الأول هي دي حقوق ولا مش حقوق م. إذا كانت حقوق ما تسألنيش على إنك حكيتها منين إيه؟ إن لما هي حقوق ليه, ليه بنلجأ للقضاء ليه, ليه, ليه يعني الحكومة يعني ما بتعطيش للناس حقوقها ولازم نلجأ للقضاء و... ويطلع حكم صادم وبعدين ما عندهمش يعني لازم يدبروا موارد مالية وممكن يعني الحقيقة بندخل في دائرة يا مفرغة إن صح التعبير سعيد يا سيدي هي حقوق وانت اعتديت عليها بالك واللي تم الاعتداء عليهم على فكرة الدعوة دي في قضية موجودة كمان عليها في المحكمة الدستورية العليا موجودة من سنة 2013 لم يتم الفصل فيها رفعها النقابة حتى حتى هذه اللحظه لما يتم الفصل فيها لان دي حقوق في قانون قانون 130 اللي صدر في 2009 طيب اللي ينقص المعاش بمقدار 50% دون سبب واضح الا ان الناس حصلوا على حق الناس بتعاني الحقيقه طبعا كلنا عارفين لما بيخرجوا معاش لكن السؤال استاذ سعيد وهو سؤالي الاخير لحضرتك متى يتم تنفيذ هذا الحكم و ويعني ايه ما يترتب عليه من اثار؟ يعني هو هيتنفس يتنفس... ما يترتب عليه من اثار يعني المفترض بأثر رجعي من... من 2006 الناس تاخد حقوقها؟ اثر رجعي اثر رجعي ه ها... يعني اللي خارج من سنه 2006 م. المفترض انه يصرف الاثر الرجعي بتاعه عن هذه العلاوات عن مجمد هذه العلاوات، يعني انا لو صدر لي ان هيبقى ليا 150 جنيه مثلا المفترض انك انت تدهم لي بأثر رجعي من سنه ما خرجت على المعاش. دي م. كلمه وما ترتب عليه من اثار هل تعتقد انه ممكن الحكومه تلجا للطعن امام الاداريه العليا او او الاستشكال ولا ممكن أنا تنفذ الحكم اتمنى ان الحكومه لا تحذو هذا الحذو لان يعني عدم الدستوريه واضحه ومؤكده في هذا الحكم واذا المحكمه ادت للناس حقها فيجب الا اكون عائق في رد هذا الحق واسترداده الى اصحابه انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ سعيد الصباغ رئيس مجلس اداره النقابه العامه للمعاشات الشكر جزيل وموصول لحضراتكم ودي كانت مجموعه من الاخبار وتفاصيلها بعد الفاصل ضيفي الدكتور عبد الرازق عيسى والحديث عن دكتور محمد ابو زهره مقابلنا 120 سنة مرت على ميلاد العلامة الفقيه محمد أبو زهرة الذي عاش بين عامي 1898 و 1974، 76 سنة تقريباً. ورغم مرور سنوات طوال على رحيله إلا أنه لا يزال حاضراً، حاضراً حضوراً طاغياً من خلال مؤلفاته العديدة والقيمة التي لا تزال المكتبة العربية تعتز بها والمكتبة الإسلامية أيضاً على حد سواء. ورغم انه الاحتفاء الحقيقه بهذه الرموز او اولئك الرموز لا يرتبط بميقات معين او محدد الا ان الذكرى فقط تزيد الحديث الحقيقه قلقا وتوهجا فحول ذكرى او الذكرى ال وعشرين سنه على ميلاد محمد ابي ابو زهره نتحدث في هذه الفقره او فقرتنا الاولى من برنامجنا مع الناس في حضره واحد من اهم الباحثين في مجال التاريخ الحديث وهو الدكتور عبد الرازي ايسا الذي ارحب به بدايه اهلا وسهلا اهلا وسهلا ارحب بحضرتك دكتور انا سعيد بوجودي معك دكتور عبد الرازق يعني يمكن معظم الدارسين للفقه وعلوم الدين الحقيقه بيدركوا جيدا مكانة وقيمة العلامة الجليل الدكتور محمد أبو زهرة لكن الجمهور العادي البسيط إزاي نقدم لهم هذه الشخصية الثرية ما الذي يمكن أن يقال إجمالا في محمد أبو زهرة في الحقيقة أنا سعيد جدا إن أنا. مع حضرتك وهنتكلم عن واحد من أهم المجتهدين والعلماء البارزين والأئمة بمعنى الكلمة في العصر الحديث الشيخ محمد أحمد مصطفى المعروف بمحمد أبو زهرة الشيخ محمد أبو زهرة ولد في المحلة الكبرى في سنة 1898 تلقى تعليمه الاولي في كتاب القريه، بعد ذلك انتقل للمسجد الاحمدي والمسجد الاحمدي يعني كان من اهم الروافد التي تمد الجامع الازهر بالطلاب. في سنه 1916 محمد ابو زهره انتقل الى مدرسه اخرى هي مدرسه القضاء الشرعي اللي اسست في القاهره من اجل يعني تخريج قضاه شرعيين. نجح محمد ابو زهره في الاختبار وكان الاول على المتقدمين رغم صغر سنه وعاطف بركات باشا ناظر المدرسه كان مقتنع تماما بالمعيه وان هذا الشاب نجيب وسوف ياتي منه خيرا كثيرا. بعد ما انتهى من دراسته في مدرسه القضاء الشرعي بنجد هذا الشاب الصغير السن توجه الى دار العلوم. من اجل معادله الشهاده وحصل فعلا على شهاده دار العلوم سنه 1924 <applause> اللي يهمنا هنا ان محمد ابو زهر ادرك ان علشان يشتغل في العلوم الشرعيه لابد ان يكون ملما باللغه ويكون قويا في اللغه العربيه وعلومها والعلوم الشرعيه وبالفعل محمد ابو زهره بعد تخرجه عمل في التدريس اللغه العربيه في المدارس ثم اختير بعد ذلك لتدريس ماده الخطابه في كليه اصول الدين عزيز. آه وفي الفتره دي الف كتاب اعتقد هو الاول من نوعه في اللغه العربيه عن الخطابه وتاريخها اختارته كليه الحقوق لفت الانظار إليه بهذا الكتاب فاختارته كليه الحقوق لتدريس ماده الخطابه لان كليات الحقوق كانت تهتم تماما بطلابها في المرافعات هيقف قدام القاضي هيتكلم ازاي فكانت بتعلمهم كيفيه الخطابه نجح محمد ابو زهره في أنه هو يعمل في كليه الحقوق في مجال ماده الخطابه وبعد ذلك آه الكليه استفادت منه في انه يعمل في ايضا تدريس الشريعه الاسلاميه. عظيم آه اعتقد ان المرحله المهمه في حياه ابو زهره كانت في آه كليه الحقوق لانه زامل عدد كبير من ائمه المجتهدين في العصر الحديث. ودي نقطه مهمه الحقيقه آه هنشوف ازاي هو قدر يبزو وسط هذه المجموعه لكن قبل ما يفوتني دكتور عبد الرازق حضرتك قلت انه تعلم في الكتاب القريه سمين. في المسجد الاحمدي فمدرسه القضاء الشرعي يعني صدر كيف العلوم. آآ آآ ازاي الحقيقه هذه الدراسه التقليديه اسهمت في اعداد عالم جليل وفي تكوين شخصيته وعقليته ااا استاذ شريف احنا مشكلتنا الحقيقيه هي الجهل بتاريخنا ان احنا ما نعرفش ان المواد التي كانت تدرس في ذلك الوقت في الجامع الاحمدي كان يدرس فيها مواد كثيره وعلوم شرعيه وعلوم لغه وكان فيها بعض مبادئ الجغرافيا والتاريخ وعندما جاء المدرسه القضاء الشرعي ازداد التخصص وعندما بعد ذلك التحق بدار العلوم بدا يدرس اللغه العربيه كما ينبغي ان تكون في ذلك آه الوقت آه لو حتى بعد كده لو جينا نتكلم عن مؤلف ظهر ده تماما في مؤلفات محمد ابو زهره نعم يعني لو حضرتك حبيت ان استعرض زي ايه يا استاذ دكتور عبد الرزق محمد ابو زهره كان له 30 كتاب 30 مؤلف 30 مؤلف آه منها كتب في الوصايا آه في التركات في العقود آه في الخطابه زي ما قلت لحضرتك له مجموعه كتب ايضا في في يعني نظريه العقاب له ايضا تفسير القران له كتاب عن خاتم النبيين ولكن له مجموعه من اهم الكتابات عن ثمانية من الفقهاء المسلمين يعني اسمح لي ان انا استعرض مع حضرتك فضل. بشيء من التوسع له كتاب عن انس بن مالك وعن احمد بن حنبل وعن الامام ابو حنيفه وعن الامام الشافعي وعن الامام ابن حزم الظاهري وجعفر الصادق والامام زين وابن تيميه الثمان كتب اللي الفهم عن هؤلاء الفقهاء والفقهاء. عن هؤلاء الفقهاء كانوا في, أه... في غايه الاهميه لان المؤرخ لو جاي يدرس الشخصيه هيدرس ويقدم لنا ما قدمته ولكن الفقيه عندما يدرس فقيه فيقدم لنا ما انجزه في الفقه. في هذه الكتابات استطاع الشيخ محمد زاوية مختلفة تماما زاوية مختلفة تماما استطاع محمد ابو زهره ان هو من خلال تلك الدراسات ان يقوم بتأطير وتنظير الفقه الاسلامي ومقارنة ما انجزه هؤلاء الفقهاء بالقوانين الوضعيه، وبالتالي بعد ذلك نجح في تقنين الشريعه نفسها واحكام الفقه. كتابات محمد ابو زهره بيظهر منها موسوعيته كعالم، موسوعيه شديده جدا والمامه بعدد كبير من العلوم. بيظهر منها ايضا حاجه في منتهى الاهميه ان محمد ابو زهره لم يكن يعني يتجرأ على خصومه او يتهكم على خصومه وكان لما بيجي يدرس موضوع معين بيدخل بدون اي اراء مسبقه. فكان ده شيء مهم يعني طبعا ده تجرد ده عظيم مش ده اي حد. ده تجرد احنا. عظيم في كتابه عن جعفر الصادق على سبيل المثال بيدعو الى استمرار فتح باب الاجتهاد ولان هذا الباب سوف يكون من خلاله دراسات نفسيه دراسات اجتماعية دراسات عامة يحتاجه المجتمع وبالتالي يستطيع المجتهد أن يقدم أفكار جديدة بدون خوف بدون ما يكون في أي خوف طلب محمد أبو زهرة في كتاباته عن جعفر الصادق وعن غيره من الفقهاء بالاستفادة من المنجز الفقه الذي قدمه هؤلاء الفقهاء الغريبه يا استاذ شريف ان احنا بنجد ان محمد ابو زهره رغم هذا العلم الموسوعي ورغم التجرد ورغم ان هو كان بيقدم افكار جديده بنجد هناك اختلاف حوله البعض يعني نتيجه انه قام ببعض النقاش العلمي الموضوعي بنجد مثلا آه الإخوة الشيعة م. يختلف على كتاباته على آه جعفر الصادق وغيره إنما هذا الرجل قدم لنا مادة علمية سرية جدا صحيح. صحيح. ما زلنا نستخدمها حتى الآن يعني وزي ما حضرتك تفضلت هو عاش في عالم مليء الحياة بالعلماء الثقات في مختلف المجالات أو في مجالات شتى هل يمكن القول أنه أضاف إلى هؤلاء العلماء في هذا العصر وإلى آه قرنائه أو أقرانه يا دكتور عبد الرزق؟ الكتابات اللي كلمت حضرتك عليها أضافت الكثير وما زالت مراجع أساسية حتى الآن في المكتبة العربية في أمرين ثانيين أضافوا الكثير إن المؤتمرات وأيضا الصحافة محمد أبو زهرة كان يرى وجوب الاتصال بالناس العوام وانصاف المثقفين والقاعده العريضه من الناس فكان بيلجا للصحافه وكتب في عدد كبير من الصحف من اهمها مجله لواء الاسلام لاحمد حمزه كان صاحبها وكان ليه أربع أبواب ثابتة في هذه المجلة، ودي من أهم المجلات اللي كتب فيها. كان ليه باب عن الفتاوى، وكان ليه باب عن تفسير القرآن، وكان ليه باب آخر عن بريد القراء، وقدم حاجات كتير جدا في هذه الأبواب. عظيم. الأمر آه وكان بيتابع أيضاً ما يكتب في الصحف ويرد عليه إذا اقتضى الأمر. يعني لما جاء واحد من الصحفيين كتب قال إن بعض الصحابه غلب رايه الشخصي على النص وكان يقصد سيدنا عمر بن الخطاب عندما اوقف حد السرقه في عام الرماده صحيح رد عليه ردود علميه منطقيه وكلمه وتحدث في ان عمر بن الخطاب لم يوقف هذا الحد من تلقاء نفسه ولكن كان مجتهد صحيح. وكان مع وجود النص واستخدم العقل مع وجود النص اللي نطلع به هنا من محمد ابو زهرة حاجة مهمة جدا ان النص لابد من وجوده ولكن العقل له دور مع وجود النص الامر الاخر لجرأة محمد ابو زهرة في بعض المؤتمرات في مؤتمر مثلا عقد في في ليبيا في بدايه السبعينات وكان القذافي في اوج قوته آه. بنجد ان محمد ابو زهره في هذا المؤتمر يعني كان من أجرأ العلماء اللي نحسبهم يعني على خير القذافي دخل في الجلسه الافتتاحيه وقال له للعلماء ان انا جاي وعايزكم تقولوا للناس في المؤتمر ان الاسلام لم يعترف بغير الاشتراكيه وانه وان الاشتراكيه هي المذهب الحق. وجم الجميع العلماء اللي اللي قاعدين الا الشيخ محمد ابو زهره طلب آه ان هو يتكلم ووقف وقال جئنا الى هنا لتعرض علينا مشكلات ونحاول علاجها وبيان الراي الشرعي فيها ولم ناتي لتفرض علينا راي لا نجد له ما يؤيده في كتاب طيب. الله فرفقا بكتاب الله انتهى المؤتمر فعلا طبعاً من الجلسة الافتتاحية لأن القذافي طبعا غضب <تصفيق> 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 اه على ذكر حضرتك أنه الدكتور أبو زهرة اه درس مادة الخطابة هل كان خطيب مفوه وده اللي يعني حدا بكوية الحقوق اه إلى استدعائي أو إلى تكليفي بتدريس هذه المادة ولا والله ليس بالضرورة أن, أن يعني يتقن فكرة الخطابة نفسها ليقوم بتدريس أصولها حاولت أن أنا أبحث في هذا الموضوع من خلال كتابات بعض المعاصرين للشيخ أبو زهرة الكل أجمع على أنه كان خطيب مفوه فعلا فعلا آه ولكن اللي خلاه يدرس أو يستمر أيضا في تدريس هذه المادة سواء في أصول الدين وبعد ذلك في كلية الحقوق آه أن الشيخ محمد أبو زهرة مألف كتابه زي ما قلت لحضرتك كان الكتاب الأول من نوعه في اللغة العربية. اه. طيب وتدريس الشريعة الإسلامية كانت بالتزامن أو بالتوازي مع الخطابة وأيهما؟ لا بعدها. 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 اه يعني هو درس الخطابة لفترة ثم درس الشريعة الإسلامية. اه. ترك بصمة واضحة أيضاً في في الشريعة الإسلامية في تدريسها دكتور؟ آه الشيخ محمد أبو زهرة ترك بصمة واضحة تماماً في الشريعة من خلال زي ما قلت لحضرتك تقنين الفقه الاسلامي من خلال كتاباته عن في موضوعات لم يتطرق اليها يعني كثيرون من قبل زي الوصايا وزي الوقف وزي التركات وهذه الامور كانت جديده تماما في مجال التنظير الفقهي فالشيخ محمد ابو زهره وكمان ما اكتفاش بكده يعني في باب الفتاوى اد اللي كان بيرد عليها و وفي علاقاته بالشباب اللي كان بيدرس لهم قدم حاجات جديده تماما يعني مثلا واحد من الشباب بيساله بيقول له يا مولانا انا متدين واحفظ القران الكريم وفي نفس الوقت احب الموسيقى والغناء فهل في ذلك حرام؟ قال له طالما ان الموسيقى والغناء لا تحرك الغرائز فهي صحيح. حلال صحيح. وان بعد في الدولة العباسية ومظاهر الغناء بنجد ان ظاهر الغناء بالالحان يعني لاننا تاثرنا بالفرس في ذلك الوقت فانقسم التابعين الى قسمين، قسم منهم يرى مشروعية ذلك طالما لا تحرك الغرائز والقسم الاخر يرى انها حرام لانها تلهي عن ذكر الله ولكن راي محمد ابو زهره قال له ولكني ارى انها حلال طالما لا تحرك الغرائز الجنسيه. قولا واحدا والامور واضحه. طيب بجانب القضايا الكثيره المختلفه والجانب الفقهي طبعا اللي كان بارع فيه كان له دور بارز ايضا الدكتور ابو زهره في التفسير والسيره دكتور عبد الرزاق، هل هذا حقيقي رصدت حضرتك آه طبعاً في بحث طبعا آه الشيخ محمد ابو زهره له آه كتاب في التفسير اسمه زهره التفاسير هذا الكتاب آه في عشر آه مجلدات آه بدأ في وصل فيه للايه 73 من سوره النمل بدأ بالفكره ان كان بيكتب في التفسير في مجله الواء الاسلام وكان الشيخ محمد الخضر حسين وهو عليه رحمه الله شيخ الازهر آه بدأ في التفسير وانتهى فيه الى آه جزء معين فجاء محمد ابو زهره وحاول اكماله بنفس المنهج وبنفس يعني تقريبا بنفس اللغه. آه الشيخ محمد ابو زهره كان بيرى ان المفسر يجب ان يكون ملما بعلوم الشريعه، بعلوم اللغه، بالعلوم الكونيه حتى يخرج تفسيره شاملا لكتاب الله. وكان بيرى ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام صحيح. هو المفسر الاول للقران الكريم ولم يترك شيء في القران الا بينه صحيح آه ايضا في آه التفسير بنجد ان الشيخ محمد ابو زهره آه قبل ما يبدا في تفسيره كان له كتاب عن المعجزات الكبرى تحدث فيه عن القران وعن ترتيبه وعن جمعه وعن كل ما يتعلق بالقران يرى الشيخ محمد ابو زهره ان القران يتسم بأمرين الامر الاول الاعجاز التشريعي والامر الثاني الاعجاز العلمي لان جاءت تشريعات في القران الكريم لم تاتي في اي اديان سابقه ولم تاتي في القوانين الرومانيه السابقه وعمل مقارنات بينها فظهر انها جديده خصوصا قوانين المعاملات وقوانين الـ تشريعات الخاصة بالمعاملات وغيرها من التشريعات الإسلامية. طيب أظهر هنا إعجاز القرآن الكريم. الأمر الآخر أن الشيخ محمد أبو زهرة تحدث عن الإعجاز العلمي وما في القرآن من علوم وأن من المستحيل أن هذه العلوم تأتي من رجل أمي في بيئة أمية خارج يعني علوم خارج نطاق التصور في ذلك الوقت حتى لو اجتمع العلماء والفلاسفة في ذلك الوقت فلن يأتوا بمثلها <applause> الأمر الآخر يا أستاذ شريف طبعا كده أتكلم عن الإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي الأمر الآخر واللي أثاره في المقدمة هو الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم هذا العلم ظهر آه موضوع مهم الحقيقة آه آه لو سمحت لي أعطي فكرة طبعا. عنه آه هذا العلم ظهر في بداية القرن الثاني الهجري مع ظهور عدد من الفرق الإسلامية مم. اللي كانت بعضها بيرى تأكيد آه معتقداته الخاصة فقالوا إن فيه ناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وإن بعض الآيات نسخت بآيات أخرى قد يكون بعضها ثابت وبعضها مدون وزعموا ان هناك ايات منسوخه غير مثبته في القران فجاء الشيخ محمد ابو زهره وخالف وقال في بدايه التفسير انا اخالف هذا الراي واقول ما عليه الجمهور عموما واقول لا يوجد ناسخ ومنسوخ في القران الكريم يا سلام. وانكر تماما تلك القضيه عملت مشكله القصة دي. آه عملت مشكله وما زالت حتى الان بعض التيارات السلفيه بتهاجم الشيخ محمد ابو زهره بالرغم من ان عدد من العلماء من العلماء بعد كده ايد راي آه الشيخ محمد ابو زهره قال الايه اللي فيها ما ننسخ من ايه تعرف كلمة آية هنا قال هي لم تأتي في القرآن الكريم إلا بمعنى أي. معجزة، م آه. المعجزة، آه. تمام؟ فهي بعيدة تماماً عما مش عن آيات القرآن الكريم وأحزابه تمام؟ آه. و يعني بنجد إن الشيخ محمد بن زهرة بهذا الرأي سبق علماء كثيرون في ذلك العصر بهذه الآية وقال لا يتصور إن القرآن الكريم اللي ربنا تعهد بحفظه من الممكن أن يتم تبديل أو تغيير أو نسخ بعض الآيات الخاصة فيه الأمر الآخر بالنسبة لكتاب كتاب السيرة الشيخ محمد أبو زهرة له كتاب من أروع ما كتب في السيرة النبوية على مدار التاريخ عظيم. كتاب خاتم, خاتم النبيين في ثلاث مجلدات أثار فيها عدد كبير جدا من القضايا والقضايا الجدلية تحدث أيضا الشيخ محمد أبو زهرة في هذا الكتاب عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام آه ناقش الروايات المختلفة التي جاءت في المصادر الكثيرة آه تحدث في في بعض الأمور الجدلية يعني م. هعطي عناوين بسيطة لها سريع. زي قضية آه والد الرسول عليه الصلاة والسلام م. هل هو في النار أم في الجنة وقضية إسلام أبو طالب م. فعم الرسول وهو من الناس الذين أكدوا إن أبو طالب مات مسلما م. وقال إن ده بالإستنباط يعني وده بيأيد فكرة إن الشيخ محمد أبو زهرة كان يستخدم العقل, العقل في الاجتهاد مم. يعني وده بيرد على كتير من اللي قالوا ان باب الاجتهاد كان مغلقا وان طلاقاً. ما كانش عندنا اجتهاد باب الاجتهاد مفتوح المهم الناس تجتهد المت... <applause> خلينا اسال حضرتك عن ابرز الاعمال اللي بقيت في تاريخ المكتبه الاسلاميه او اكثرها تاثيرا للدكتور ابو زهره بعد الفاصل دكتور جرازيل لو سمحت لنا سنعود اليكم وهذا الحديث الثري والشيق والتاريخي عن العالم الجليل الدكتور محمد ابو زهره مشاهدينا الكرام ابقوا معنا مرحبا بحضراتكم مجددا مستمرين في فقرتنا الاولى وهذا اللمحه او الملمح التاريخي في ذكرى مرور 120 سنه على ميلاد العالم الكبير الراحل الدكتور محمد ابو زهره هذا الفقيه الجليل كنت بسأل الدكتور عبد الرازي ايس الحقيقه عن اكثر اعماله اللي اثرت المكتبه الاسلاميه رغم انه عنده عدد كبير الحقيقه من الاعمال لكن حضرتك شايف ابرز او اكثر او اكثرها تاثيرا ايه بالذات يا دكتور عبد الرازي أنا كلمت حضرتك عن بعض الأعمال الفقهية للشيخ محمد أبو زهرة. من الحاجات اللي تلفت النظر أن الشيخ محمد أبو زهرة تطرق إلى موضوعات جديدة لم يتطرق إليها أحد من قبله إلا قليلا. يعني بعضها لم يتطرق إليه أحد، زي كتاب ليه عن العلاقات الدولية في الإسلام. وإحنا في الفترة دي بدايات القرن العشرين وما زلنا يعني لفتره قريبه الدراسات الخاصه بالفكر السياسي في الاسلام سواء العلاقه بين الدوله الاسلاميه والدول الاخرى او العلاقات في داخل الدوله قليله جدا فما يجي الشيخ محمد ابو زهره ويتطرق الى كتاب عن العلاقات الدوليه في الاسلام ده جديد تماما في هذا الكتاب تحدث ابو زهره عن اسس العلاقات الدوليه كما نظمها القران الكريم وكما نفذها محمد صلى الله عليه وسلم بوصف رئيس الدوله الاسلاميه تحدث في عده امور جديره بالنظر وجديره بان نعيد النظر في كتابات ابو زهره وننشرها مره اخرى للناس في طبعات معقول تحدث عن الوحدة الإنسانية كما جاءت في القرآن والسنة، القواعد التي تقوم عليها العلاقة بين الناس وبالتالي تطبيقها على الدول، الأصل في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، تحدث في العلاقة في حالة الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب، ذكر أن الأساس في العلاقات الدولية في الإسلام احترام الإنسانية وسيادة الفضيله بين الدول وتحدث عن المساواه في التعامل وعن العدل في التعامل بين الدول م. تحدث عن مشروعيه الحرب ولكنه ايضا تحدث عن الواجبات الملقاه على عاتق الدول الاسلاميه او الجيوش الاسلاميه في اثناء الحروب الكتاب ده استاذ شريفا بعتبره من اهم ما كتب في هذا المجال ايضا له آه كتاب آه ما زال يدرس حتى الان كمرجع اساسي في كليات الحقوق آه عن الجريمه والعقوبه في الفقه الاسلامي هيل. يعني كتاب آه رائع جدا ولكن للاسف آه هذه الكتب آه لا, يعترف لا يعرفها الا المتخصصين صحيح, صحيح صحيح فنحن في احتياج الى ان ننشر اعمال هؤلاء صحيح. العظماء المجتهدين هي يعني في النهاية بتمثل مرجعية للدارسين والباحثين يعني في الشك عايزين ننزل بها للناس. مم. يعني أؤمن إيمانًا عميقًا بوجوب أن ننزل للناس بهذه المعرفة، حتى يعني ما نقعدش في أبراج عادية ونقول للناس آه معنى ذلك إنها مواكبة للعصر دكتور ما زالت مواكبة للوقت الحاضر، ده البعض بدأ يقارن بينها وبين الفكر الغربي، يعني نظرية العقاب بدأوا يقارنوا بيها بين أبو زهره وبين بعض الفلاسفه الفرنسيين لأن أبو زهره في هذا الكتاب الرائع يبدأ بالآيه الكريمه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طب وبعدين كان منطلق أفكار أبو زهره بيعتمد على فكرة الرحمه إن الرحمه هي رسالة كل الأديان إن الرحمه هي العدل بين الخلق إن الرحمه هي القاعده الثابته والأساسيه لقيام الدول وهي القاعدة الأساسية التي يجب على الدولة الإسلامية الحفاظ عليها أبو زهرة في الكتاب عرض لعدة آيات إن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة والقسط متلازمين ولكنه في آية أخرى قارن بين القسط وبين الحديد لوجوب أن يكون هناك قوة لمعاقبه من يخرج على القواعد الاساسيه للمجتمع لمعاقبه من يخرج على المجتمع بجرائم او يعني بارتكاب اي شيء خارج في ذلك الوقت فهنا قرن بين القسط وبين الحديد وذكر ان في حدود موجوده لست جرائم وردت في القران وبعض العقوبات التي وردت لجرائم في السنه ولكن ايضا هناك بعض الجرائم لم يظهر لها عقوبه سواء في القران او في السنه النبويه آه لازم اوقف حضرتك هنا اتفضل هل صحيح انه انكر وجود حد الزنا للرجم للزاني المحصن وده اثار مشكله وقتها ولا انا قفزت كده على موضوع الجريمه والعقاب يعني حضرتك اتكلمت أيوة. على موضوع الحدود وانه الحقيقه دافع عن قرار حضرتك اه في موضوع الرجم انما هكمل استكمل فضل. استكمل حاجات بسيطه في موضوع العقاب أرجوف. لان الشيخ ابو زهره آه زي ما قلت لحضرتك قال في بعض الجرائم ليس لها آه عقوبة يعني عقوبة في في القرآن أو في السنة وتركت لولي الأمر اللي هو الحاكم آه يقرر العقوبة المنسبة. يقرر هذه العقوبة ولكن هذه العقوبة أو هذا هذه السلطة في يد الحاكم آه مقيدة بمعنى يعني ما يجي يحكم بها او ما يجي يقنن يكون بعيدا عن الغضب يكون بعيدا عن الشده الزجر الخفيف يعني ما هوش مع ان هو ارتكب جريمه ان انا اه ان انا اجي اقتله يعني, يعني لا يجعل العنف هو الذي يسود وبيرى ايضا ان فيه بعض الجرائم اللي بتنتشر في المجتمع فبتيجي القوانين الوضعيه بتعطيها يعني عقوبات مخففه يرى ان الشريعه في هذه الحاله طلبت عقوبات مغلظه من اجل انهاء هذه الجرائم ده بالنسبه لنظريه العقاب عند بشكل بسيط للغايه عند الامام محمد ابو زهره عظيم نيجي لحد موضوع حد الرجم <applause> حد الرجم ما زال يثير لغه كثيرا حتى الوقت الحاضر وفي بعض الطيارات بتهاجم الشيخ ابو زهره هجوما شرسا من اجل ذلك بالرغم من ان هناك بعض العلماء الذين اقتنعوا بهذه الفكره هقول لحضرتك عليهم في مؤتمر عقد في مدينه البيضاء اللي بيها سنه 72 اعتقد سنه 1972 عن التشريع الاسلامي التشريع الاسلامي وقف الشيخ محمد ابو زهره وقال للحضور وهم علماء م. وده بيبين لي قبل ما اقول الفكره دي في فكره تانية بسيطه ان الشيخ محمد ابو زهره لم يكن يعني يجر وراء الشهره او ان هو يلقي قنابل فتثير من حوله شهره والصحافه والاعلام يجر وراء بالعكس كان يلجا الى المؤتمرات العلميه والى العلماء ويلقي بينهم ما يريد الشيخ محمد ابو زهره في هذا المؤتمر وقف كان من الشجاعه لانه زي ما بنقول بالبلدي ما فيش على راسه بطح ما فيش على راسه هو, هو رجل علمي دقيق وقف. في هذا المؤتمر وقف وقال عندي راي فقهي من عشرين سنه وانا بكتمه ولكن حياتي قاربت على الانتهاء واخشى ان اقابل الله سبحانه وتعالى ويسالني لماذا كتمت هذا الراي عن الناس واستشهد بالدكتور عبد العزيز عامر وكان موجود في المؤتمر قال له يا دكتور مش انا قلت لك هذا الراي من عشرين سنه عن حد الرجم قال له تمام وده حصل في اعدام آه الشيخ محمد ابو زهره انكر حد الرجم للمحصن, للمحصن. تمام آه قال انه هذا الحد الرجم ده آه من الرسول عليه الصلاه والسلام استمدوا من الشرائع السابقة ولكن نسخة ببعض نسخة بأيات أو العقوبات أو. تمام وأن الرسول رغم أنه طبق, طبق هذا الحد في حياته في حالتين إحنا عارفينه قصة وف... ماعز والغامدية تمام هم الحالتين دولي زي ما حضرتك تفضلت استشهد الشيخ محمد أبو زهرة بما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن اوف انه سئل عن الرجم هل كان قبل سوره النور او بعدها فقال لا ادري فمن المحتمل جدا ان هذه العقوبه تكون سابقه ان هذه العقوبه الرجم تكون سابقه على ايه النور وان الشيخ في بعد استشهاده بهذه بهذا الحديث اللي ورد في صحيح البخاري وهو صحيح قال ان الاسلام دين الرحمه فكيف يمكن الرجم بهذه الصوره؟ <applause> استشهد بالايه فاذا احصنا احصنا في انه في نوع من العذاب يعني يعني طبعا موضوع القتل او القصاص الامر بينتهي في لحظه اما فكره رجم الشخص ينزف لساعات ثم يموت فهذا امر يعني آه بعيد هو عن روح بشكل يعني. علمي ومنطقي بما اتفق وجوهر الاسلام الحقيقه وهو في الحقيقه ده اللي عمله الشيخ محمد ابو زهره وقال ان ده بعيد تماما عن روح الاسلام و بنجد ان حتى الشيخ ابو زهره في يعني المؤتمر هجم هجوم شرس وما زال يهاجم حتى اليوم بسبب هذا الرأي كنت أسأل حضرتك كمان عن علاقته طيب بزملائه بجيله من العلماء الثقات وكانوا كثر في هذا العصر يا دكتور عبد الرازق. الشيخ محمد ابو ظهر علاقاته في ذلك الوقت يعني من خلال سيرته ومن خلال تلامذته ومن خلال زملائه الذين تحدثوا عنه كان شخص رقيق جدا يتعامل باخلاق الفرسان لا يهاجم احد حتى لو هاجموه، يعني عندما هوجم في هذا المؤتمر لم يرد على الناس بشراسه ولم يرد عليهم بغلاظه او بغلظه، بل كان يعني طيب الحاشيه يتعامل مع الناس باخلاق الفرسان، يتعامل باخلاق اسلاميه. كانت علاقته بتلامذته اللي اتكلموا عنه انه كان يعلمهم ويبث فيهم العلم ويقول لهم ان انتم مشاعل النهضه الاسلاميه القادمه زملاؤه لم اجل خصومه مع احد حتى يعني بعض العلماء السوريين المعاصرين له هاجم الشيخ محمد ابو زهره فرد عليه الشيخ باسلوب بسيط للغايه وبلغه العلماء فأكبر الكل على احترامه يعني وكان جريئا في الحق جدا اخيرا كيف يمكن الاحتفاء بهؤلاء العلماء يعني ونشر سيرهم بين الناس دكتور عبد الرازق أستاذ شريف انا مقتنع تماما بان مصر كانت تمتلك مشروع للنهضه الثقافيه وان الاساس في النهضه الحاليه لو كنا صادقين وان الاساس فيما طالب به الرئيس السيسي من احياء او من مشروعات احيائيه وتجديد الخطاب الديني هو هؤلاء الناس الوسطيه ان نبعث سيره هؤلاء الناس عندنا اسماء كبيره جدا الشيخ المراغي عبد الرزاق السنهوري احمد الظواهري هؤلاء بنت الشاطئ يعني دي من اعلى معالمات الاسلام نحتاج الى حلقات كثيره في مختلف وسائل الاعلام لنحدث الناس عن سيره هؤلاء لنحدث الشباب عن سيره هؤلاء مطلوب ايضا من وزاره الثقافه المصريه ان طبعاً. تقوم بالدور الحقيقي لها في اصدار اعمال هؤلاء باسعار مخفضه تتناسب مع الناس في بعض الكتب احنا ما عدناش بنلاقيها الوقت يعني رغم انها بالغه الاهميه لم نعد نجدها ليه لان طبعاتها خلصت طب نجيبها منين طب دور وزاره الثقافه ايه احنا عندنا الوزاره عندها اماكن طبع كتير ولكن لا تقوم بما يجب عليها القيام به انا بشكرك شكرا جزيلا انا بشكر عم. حضرتك وسعيد جدا بوجودي معاك وارجو يعني ان شاء الله سيكون لقاء الاسبوع القادم ولقاءات دي. مستمره دوما شكرا جزيلا دكتور عبد عيسى الباحث الحقيقه في مجال التاريخ الحديث متحدثا عن العالم الجليل والفقيه الراحل الدكتور محمد ابو زهره في ذكرى 120 عاما على ميلاده. الشكر الجزيل وموصول لحضراتكم الفقره الطبيه مع الدكتور محمد عز العرب استاذ الكبد بالمعهد القومي للكبد بعد الفاصل ابقوا معنا. بجدد التحيه لحضراتكم ووصلنا الآن إلى فقرتنا الطبية حيث يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور محمد علي عز العرب، الأستاذ بالمعهد القومي للكبد، نتحدث عن صحة الكبد وأكباد المصريين، الأمراض اللي بيتعرض ليها خصوصا الفيروسات الكبدية والجهد الكبير في علاجها، نتطرق أيضا إلى مستوى وجودها وانتشارها الحالي في مصر، أحدث طرق العلاج هل في وقايه من الاصابه بالفيروسات خصوصا فيروس سي وفيروس بي موضوع دهون الكبد التضخم التليف كل الحاجات الحقيقه اللي بتزعج حضراتكم واحدث الطرق الطبيه للتعامل معها هل أه التعامل فقط بيكون أه علاجي ولا ممكن جراحي كتير من الموضوعات هنطرحها على علمنا الجليل أه واذا رغب اي من حضراتكم طبعا في التواصل معنا هاتفيا سنسعد بتلقي اتصالاته وعرض سؤاله على الدكتور محمد علي عز العرب الذي ارحب به بدايه في هذا اللقاء مرحبا بحضرتك يا دكتور اهلا اهلا يعني سعيد سيف. باللقاء الحقيقه الله يخليك واول مره حضرتك تجي لنا كمان مع ديكور الجديد لا ده مش ده كده ممتاز ربنا <applause> للتذكرة يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير بس طيب. الحقيقه دايما احنا معنيين بفكره التوعيه الطبيه والتثقيف الصحي يعني أكيد. ايه انواع الفيروسات اللي بيعاني منها المصريين تحديدا وانتشار تلك الفيروسات الكبديه يعني معدلها وخريطتها آه. تمام <applause> 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 هو يعني احنا بالنسبه لمصر هو طبعا كان الهم بتاعنا الكبير هو فيروس سي والنسبه طبعا اختلف فيها الارقام ولكن هنعرف النسبه الحقيقيه من المسح الطبي الشامل اللي احنا بداناه من سنه وبدانا محافظات الصعيد وان شاء الله يعني خلال سنه تقريبا نقدر نكون فكره واقعيه عن النسبه بس هي بتدور بين 5 ل 7% من عدد السكان يعني في الحدود دي يعني عظيم. آه. اه, فيروس ودي نسبة بي نسبه عالميه يا دكتور ولا زايده شويه؟ لا احنا اكتر احنا من اكتر الدول لان اقل النسب يعني الدوله الثانيه بعدين على طول 4.8 اللي هي باكستان احنا ما زلنا يعني اعلى معدل اصابه اعلى معدل نسبه اصابه مم. لكن بالنسبه لعدد المصابين احنا رقم اربعه يعني أوه. عندنا في الصين في باكستان طبعا في طبعًا. نيجيريا علشان عدد السكان علشان اكبر اه فبتبقى نسبه من عدد السكان بالظبط بالظبط آه فيروس بي الحمد لله يعني النسبه عندنا مش كبيره مم. احنا يمكن في المنطقه الرماديه على مستوى العالم آه النسبه حوالي من 2 ل 3% على اقصى التقديرات بتوصل 4% مم. ده اللي بينتقل عن طريق الدم ومشتقاته الفيروسات اللي بلاقى عن طريق الطعام والشراب اللي هو الايه والاي e. طبعا الايه منتشر عندنا بس بيجي بصورة حادة ما بيجيش بصورة طبعا ميزة فيروس ايه وإي e ان هو ما بيطورش اللي التهاب كبد مزمن او تلف كبد عظيم وده الميزة يجي بالدور الحاد وبي... وبينتك السي و دي اللي هو كليميز. اللي هو بيحصل ده كده وهو ده اللي بيحتاجه الاهتمام في فيروس دي اللي هو الدال يعني ده غير مكتمل ده بيجي على فيروس بي يعني لازم مم. يكون في فيروس بي عشان يجي فيروس ده مكمل ليه يعني هو غير مكتمل <applause> فيجي على فيروس ثاني <applause> اه, آه. آه. في توامه <تصفيق> ايوه <تصفيق> <تصفيق> يعني سي و بي هم الاكثر انتشارا في مصر وهم اللي ممكن نقف <applause> قدامهم سي يعني رقم واحد بالظبط بالظبط طيب تاني برضه دكتور نوضح اسباب الاصابه بهذه الفيروسات اجمالا وهل في وسيله لتفادي الاصابه ممتاز جدا جدا احنا يعني بسهوله جدا الفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم ومشتقاته زي ما قلنا ببساطه شديده جدا مش مساله نقل الدم او مشتقات الدم الفاكتورز والحاجات دي اي شيء يخترق الجلد شيء صلب يخترق الجلد او الغشاء المخاطي وهذا الشيء كان مختلط بدم ملوث من, من مصاب من الممكن ان يصيب انسان سليم. قيس على كده حضرتك اي تدخلات جراحيه اي تدخلات ما يكونش في درجه الوقايه اللازمه او ما بيكونش في اجراءات مكافحه العدوى بشكل مظبوط سواء بقى المناظير الاساطر اطباء الاسنان على بقى العام يعني غير منشات طبيه قيس على كده الحلاقين اماكن المانيكير والباديكير بعض العادات السيئه لو عاده الوشم استخدام مم. الابره مع كذا شاب العادة سيئه جدا احنا بنطلب من كل شبابنا الابتعاد عنها نهائيا اللي هي ادمان المخدرات طبعاً. ولازم في كل مره نقول فيها موضوع طرق العدوى بالفيروسات لازم نذكر مساله الادمان المخدرات لان هي دي صحيح الحمد لله في مصر مش نسبه كبيره ولكن لازم نلقي الضوء عليها جدا جدا ونقول لهم يا جماعه يا اولادنا الموضوع لا الموضوع مش كده موضوع ادمان هذا الشيء السيد جدا جدا بيقضي على الحياه بيقضي الحياه في ناس طب في حاجات انا لازم اقول بالتفصيل شويه في الجزئيه دي طبعا عن طريق الشم ما يحصلش لا الشم برضه بينقل ال الفيروسات وفيروس مش سي وبي بس او سي اي في الايدز واخد بالك سيد نسبه الحمد لله مش مش منتشر في مصر ولكن لازم نخلي آه بالنا طبعا طبعا آه لو سالت حضرتك عن فكره الموقف الحالي بقى لعلاج الفيروسات الكبديه في 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 مصر سواء على مستوى الدوله والمجتمع آه وهل احنا ناجحين فعلا في مكافحه هذه الفيروسات حضرتك ده يعتبر الانجاز الاول في مجال الصحه حقيقه التي تم بحرفيه وبمستوى آه تقني وبرؤيه وادوات فعاله لدرجه ان احنا بقينا رقم واحد في العالم بما تم علاجهم فيروس سي ودرجه وصلت اشاده جميع المنظمات الدوليه والمنظمات العلميه والهيئات الدوليه بما فيهم منظمه الصحه العالميه بالتجربه المصريه التي توضع حاليا كموديل نموذج لعلاج فيروس سي وكان الميزه الشريف مش مساله ان احنا خدنا العلاج الاجنبي لا ده كان في فكره ويحسب للوزير الحالي هذه الفكره انه استمع احنا كنا منطمن مطالبين فيها من ضمن المطالبين فيها منظمات المجتمع المدني والنقابات زي نقابه الصيادله ودي اللي تاريخ لازم نبرزها كل مره ان احنا طالبنا بالاعتماد على الدواء المصري وقد كان هذا الوزير فعلا سمع لوجهه النظر دي صحيح. وبدانا فعلا من اول يناير 2016 اعتماد على المنتج المصري حققنا بيه اهداف كتير قوي الهدف الاول اعاده الثقه في الدواء المصري صوت تاريخ اللي صحيح. هو من 1934 دي رقم واحد رقم اتنين ناحيه اقتصاديه ان انا بالثمان كنت بعالج بيه مريض واحد بالدواء الاجنبي بعالج بيه اربع او خمسه مرضى بالدواء وسمعه الدواء عالميا بقت طيبه جدا, و... جداً وبيتم طيب. تصديره او بنصدر. بتعالج بنصدر. كثير من المرضى السياحة العلاجيه العالم. بقى م. السياحه العلاجيه ودي طبعا بقت يعني مؤشر جميل جدا جدا بالنسبه لنا فاذا التجربه المصريه في علاج فيروس سي آه تجربه ناجحه وفعاله جدا جدا ولغايه دلوقتي العدد تجاوز مليون و الف مريض والفكره ان احنا هل ده خلصنا؟ آه, اه خلصنا؟ اه لا ما خلصناش لسه آه. ليه بقى؟ لان انا عشان اقول القضاء على لازم تكون نسبه الاصابه اقل من واحد في 1% حاصل النسبه دي بحاجه مهمه جدا الى جانب الطريق العلاجي لازم طريق ان انا اخفض عدد المرضى الجدد يعني انا بيدخل لي كل يوم مرضى جدد فلازم الحلقه دي ان انا لازم افصلها لازم امنع المرضى الجدد صح. باجراءات الوقايه اللازمه ودي اللي نتكلم فيها ان شاء الله وبالتاكيد في تقدم في موضوع الوقايه يا دكتور يعني في وعي اكتر عند الناس فهذا الوعي بينعكس على سلوكهم الصحي والاخذ الاحتياطات أكيد. اللازمه أكيد. مع اطفالهم أكيد. فبالتاكيد نسب الاصابه مش بنفس المعدل اللي من 10 سنين او من 20 سنه يعني هل خلينا أنا نقول أنا ان احنا اه بصح. خلينا نقول ان احنا أن الوعي لدى أفراد المجتمع بقى أكثر بكثير جدا جدا، الحرص على الصحة بقت أكثر بكثير جدا جدا، والأساليب الصحية بقت موجودة قوي، لكن ما زال هناك بعض الممارسات الخاطئة، وفي دور طبعاً للدولة لأن في 70% من دخول مرضى جدد عن طريق بعض الممارسات الخاطئة في اخذ الخدمه الطبيه مم. يعني واخد واحد داخل يعمل حاجه معينه بيخرج قدر الله بفيروس يعني فهي مم. دي وده الدوله منتبهه لهذا الموضوع مم. جديا وفي في كل مستشفى حكومي في لجنه مكافحه للعدوى احنا بنقول بس الموضوع مش لجان بس موضوع في توفير المستلزمات اللي هي مكافاه العدو بطريقه سليمه التخلص الامن من النفايات الطبيه ودي موضوع مهم جدا جدا توفير المحارك اللازمه ان انا اخلي كل العيادات الخاصه والمراكز الخاصه بتخلص من النفايات الطبيه في هذه المحارك بصفه دوريه مش مساله انها ورقه كانت موجوده عندي في التسجيل بس فالفكر نفسه الشريف ان هو المفروض يتغير كمجتمعيا ان لازم نقضي على موضوع فيروسي القضاء الفعال اللي احنا نأمله خلال ان شاء الله الثلاث سنين شاء الله. يا رب ان شاء الله طب حضرتك كلمنا دكتور محمد برضو لو اذنت لنا عن الاليه بتاعه العلاج الطريقه بتتم ازاي الميكانيزم يعني او الفتره بتكون قد ايه وطرق تناول العلاج واثاره الجانبيه ممتاز احنا طبعا طيب ناخد الاستاذ جلال من القاهره قبل عشان اسيب حضرتك تسترسل لطل. في الاجابه فضل. لو في سؤال للاستاذ جلال اتفضل يا استاذ جلال اهلا وسهلا لو تكرمت يا دكتور محمد اتفضل عايز اعرف التكيسات اللي هي في الكبد أيوة. والتحاليل كلها سليمه ممتاز آه في إيه؟ في تكيسات في الكلى مع حضرتك كمان ولا في الكبد بس لا في كيس ميه على الكلى ممتاز مم. هنجاوب تمام حضرتك. الف سلامه يا استاذ جلال حضرتك اتفضل يا دكتور محمد تفضل. هو مهم جدا طب ما سالت احنا بنعمل سونار عادي ممكن شخص ما بقاش بيشتكي من اي حاجه من موجات صوتيه بيلاقي التكيسات التكيسات دي لها علامات واضحه جدا في الموجات الصوتيه يعني مش غير اورام فالتكيسات دي بتبقى تكيسات مائيه او في تكيسات مرضيه و ودي احنا بنشك بيها برضو من الموجات الصوتيه لكن عشان حضرك معظم عشان اطمن حضرتك معظم التكيسات احنا بنشوفها هي تكيسات اه ميه زي ما حضرتك قلت وغالبا بتبقى نوع بيبقى بي بي موجود في الكبد والكلى مع بعض يعني أه بس انا بنصح حضرتك ان انت بتتابعها بالموجات الصوتيه أه كل فتره طبعا في بنشك في بعض الحاجات المرضيه نتيجه وجود بعض الطفوليات وحاجات زي كده بس دي لها علامات معينه وسهل جدا بنعرفها بعض التحاليل بتبقى سهله قوي يعني م. نرجع تاني لآلية العلاج يا دكتور ومدته وطريقة تناوله والنصائح طب ازاي بيتعالجوا فيروس سي يعني شوف حضرتك احنا دلوقتي اه بنشوف زي ما بنقول ايه مرحله المرض يعني انا عندي في ايه عندي في التاب حد واحد جاله اول مره وارتفاع إنزيمات عالي قوي ودي نسبه قليله من فيروس سي يعني دول بتعد يعني حوالي 15 ل 20% دول برضو لو كانوا نخليهم عشان جهاز المناعه بيقضي عليهم في النسبه الغالبه اه في نسبه معينه منهم واخد حضرتك 90 نسبه قليله بس من ممكن ندي فرصه لجهاز المناعه. الفكره دي اتغيرت دلوقتي لا بنبدا معاهم العلاج. في مرحله التهاب الكبدي مزمن ده بنبدا معاهم العلاج. في تلايف كبد، في تليف كبد متكافئ وفي تليف كبد غير متكافئ. احنا بن يعني المريض لما بيجي بنشوف الاوضاع التحاليل أخبار ايه؟ خصوصا في تحاليل بيسموها تحاليل الوظيفيه للكبد نفسه زي تحليل الصفره وتحليل اللي هو الزلال الالبومين واخده حضرتك فبنقدر نقيم حاله المريض وشكل السونار ايه ومن هنا بنلاقي الغالبيه المعظم اللي هو نظام التاب الكبدي احنا تجربه مصريه اعتمدنا على ده ما بتاخدش لوحده بناخد السوفاد دي مع دواء اخر اسمه لا تزفير ودي الاسامي العلميه احيانا بنلجا لدواء اخر اللي هو الدواء عباره حبايه واحده عباره عن مركبين مع بعض برضه مش داعية اللي هو الهارفوني التجربه المصريه في السوفالدي والدكله الحمد لله اثبتت نجاح جدا طب لو واحد عنده تليف متكافئ برضه بديه الخطوه دي البروتوكولات العالميه حط الهارفوني من ضمن م. اربع حاجات يعني. حط حاجه بالنسبه للنوع الجيني الرابع اللي هو الموجود عندنا في مصر اكتر من 92% من مرضى المصريين النوع الجيني الرابع البروتوكولات العالميه حاطه الهارفوني من ضمن اربع بروتوكولات علاجيه عظيم. حاجه اسمها الزباتير وده داخل في التسجيل في مصر بس لسه ما توفرش حاجه اسمها ايبكلوزا برضو هيتوفر ان شاء الله عزيزي. وفي حاجه اسمها مافريت دي برضو من الحاجات الجديده قوي اللي هو بدا نقول لو الانسان ما خدش علاج قبل كده وما عندوش في الكبد حد العلاج بقى مش 12 اسبوع لحد 8 اسابيع فقط م. فهي دي البروتوكولات الحديثه تليف الكبد لا بدي في الهارفني او الابكلوزا النوع الجيني الرابع الهارفني موجود الفتره بقى 12 اسبوع او 24 اسبوع الشخص ده اللي هو عنده تليف كبد هل خد علاج قبل كده وما استجابش او استجاب م. فهي دي برضه بتفرق الخد علاج قبل كده وما استجابش نتيجه الانترفيرون له بروتوكولات معينه خد علاج قبل كده تحتوي على سوفالدي وما استجابش له بروتوكولات علاج اخرى يعني يعني في طرق لمواجهه كل هذا طبعاً المشاكل طبعا وكل متوفر طيب ماذا بعد العلاج يا دكتور وليه بيحصل عمليه انتكاسه حتى بعد تعاطي او تناول عفوا الجرعه العلاجيه المطلوبه لعلاج فيروس إيه ممتاز ممتاز احنا في نسبه دوليه او عالميه لحدوث الانتكاسه، مم. معنى الانتكاسه للساده المشاهدين مم. ان واحد خد علاج الفيروس سواء ثلاث شهور لو ما عندوش تليف كبد لو عنده في حاجه مضاعفه او ما استجابش لعلاج قبل كده ممكن ساعات نطول العلاج لست شهور. في نسبه من دول نسبه متعارف عليها من 5 ل 10% عندنا في مصر بتدور النسبه 5% واحد اه كويس جدا واحد بنعمله بي سي ار مع نهايه العلاج بنلاقيه آه سلبي مم. بعد ثلاث شهور من نهايه العلاج بلاقي ايجابي ده اسمه انتكاسه النسبه الصغيره دي لها طرق علاج برضو موضحه في بروتوكولات واضحه جدا يعني. مم. طيب ايه اللي بتعمل في حاله حدوس انتكاسه يعني حضرتك تنصح بيه او ايه الطريقه العلميه المتبعه مع المريض اللي بتحدث له انتكاسه من علاج فيروسي. ممتاز احنا بنشوف هو خد ايه مم. واحنا ببساطه شديده جدا في ثلاث انزيمات للتكاثر الفيروس. عادة آه العلاجات اللي احنا بنديه بيكون اشتغلنا على انزيمين منهم. فبنشتغل على الانزيم الثالث الناس اللي عملوه حصل لهم الانتكاسه، حضرتك؟ ففي عمليه قريبه الى حد كبير من تباديل وتوافيق بحدود معينه. اهم حاجه بس عايز اقول ان موضوع مش كل علاج يناسب فرد يناسب فرد الاخر يعني في واحد عنده مرض اخر مع فيروس سي واحد بياخد علاجات اخرى قد تؤثر على فعاليات علاجات فيروس سي فهنا بنشوف التاريخ المرضي للشخص ومن ثم بنحط انسب طرق العلاج عظيم استاذ حضرتك فاصل دكتور محمد ونعود مع ضيفنا الكريم العالم الجليل الدكتور محمد علي عز العرب الاستاذ بالمعهد القومي الكبد والحديث عن الفيروسات الكبديه ومشاكلها ابقوا معنا مشاهدينا مرحبا بحضراتكم في الجزء الأخير من حلقتنا الليلة ومع فقرتنا الطبية المستمرة مع أستاذنا الدكتور محمد علي عز العرب الأستاذ بالمعهد القومي للكبد والحديث عن مشاكل الكبد بشكل عام خصوصا الفيروسات وبعض الدهون وما الى ذلك كنا بنتكلم عن علاج فيروس سي اللي هو الاكثر انتشارا وعامل ازعاج للناس لكن الحقيقه في جهود حثيثه بتبذل من الدوله المصريه وكل اجهزتها لمحاصره هذا المرض وحققنا نجاح كبير ان لم تكن طفره في مواجهه هذه المشكله اللي كانت بتؤرق المصريين دكتور محمد تاني نذكر الناس ما هي ال الوسيله المثلى لتجنب الاصابه بالفيروسات بشكل عام وفيروس سي بشكل خاص طرق الوقايه شوف حضرتك ابتداء من البيت مم. كل واحد وقال له الأدوات الخاصه عظيم يعني هي دي نربي ولادنا الصغيرين على الكلام ده كل واحد سواء فرشة الاسنان اي حاجه يعني حضرتك حتى لوفه الاستحمام بيبقى له كل واحد مش لازم بقى مكنه الحلاقه والمقص كل, كل حاجه دي. كل حاجه خاصه, خصة. كل فرد لا يستخدمها ملازم. اخر ابدا بالظبط هو دي دي افضل طريقه فعلا ومش لازم يكون حد من الأسرة مريضة عشان نقول ديت لا يبقى عادة تعود لواحد كده يسعى على كده ان هذا الشخص لو راح معسكر يبقى الاتيتيود والعاده بتاعته هيبقى ان هو راجل معتمد على اتيتيود الشخصية خلاص بقى ده فكر بقى انطباع عام وده بقى سلوك عنده متاصل فيه فهنا دي دي المفروض نربي اولادنا على هذه الجزئيه موضوع الحلاقه محلات الحلاقه مع احترامي للجميع لا, لا الى حين دلوقتي كل حد لازم ياخد عدته هو رايح الحلاق او يسيبها عند الحلاق ما حدش يستخدمها خالص بالظبط هي دي يعني انا هتكلف قد ايه يا استاذ في الموضوع ده كلام فاضي يا دكتور آه. يعني بس بتجادل الموضوع بنقول دايما يا جماعه الموضوع مش مش الموس مش الشفره م. الموضوع الحامل موضوع المكنه الموضوع في دم بالظبط في دم غير مرئي يعني الموضوع مش لازم واحد يخر دم عشان اقول والله اتعدت وما فإحنا ففعلا الى حين ان احنا نقدر نوفر حاجات تسبسبل للاستخدام مرة واحدة ورخيصة الثمن متوفرة عند إخواننا الحلاقين فإلى إلى ذلك الحين إن كل واحد يبقى له عدة الخاصة بتاعته بتاعة الحلاقة وبعد كده في أفكار كتير قوي نحط بقى أصدقاء الصحة أصدقاء الكبد بالحاجات اللي هي ليه مرة واحدة الفكرة كلها إن يكون الموس بالحامل بتاعه مش مش صحيح. مش مسألة الموس بس نيجي اماكن بانيكير والباديكير والحاجات دي كلها اي تدخل يعني لازم طيب خطورة ولازم اشراف صحي يعني لازم انا دلوقتي كوزارة الصحة المفروض في اشراف على برضه اماكن الجيم والصلاة على اي معسكرات لازم يكون في اشراف طبي وصحي على الموضوع ده انا كسلوك شخص سلوك مجتمعي المريض يكون هو عارف ان هو مريض ومش يعني لازم يكون عندنا عاده ان نروح للدكتور اسنان لازم اقول له ان انا كنت بعاني من فيروس سي او فيروس بي والكلام هو طبعا هو يعني زملائنا طبعا الاسنان بياخدوا احتياطاتهم ان عليهم في موضوع التعقيم بيأت... اه الحاجات دي كلها آه برضه احنا في جزيئات في الاسنان برضو بنطلب منهم ان هو برضه مسألة القطم اللي بيشتغل بيها تكون عدد كافي يعني يكون عنده شغل مثلا في أعداد كبيرة وعدد قطم أقل وفترة تعقيم ممكن مبقاش الاهتمام بيها بدرجة كافية لا هنقول عدد القطم تبقى كافية جدا قيس على كده حضرتك مش عيادات الأسنان المراكز المجمعة اللي هي رخيص الثمن يعني لازم يكون إشراف طبي فالموضوع له شق فعلا أمانة طبية وإشراف يعني أنا طبعا. إشراف من الدولة على الاماكن بيحصل فيها تدخلات دي مم. نروح لموضوع تاني واسال حضرتك دكتور محمد عن المنشطات الكبديه ايه المنشطات واهميتها وامتى حضرتك تلجا ليها في العلاج يعني الطبيب شوف احنا على المستوى اللي بيسموه منشطات كبد او دواعم الكبد مش موجوده على مستوى العالم مش موجوده خالص مم. خالص للاسف شديد احنا قلنا لزملائنا في الاداره المركزيه للصيدله وانا شرفت بالعمل يعني فتره معاهم والكلام ده قلنا له يا جماعه حاجات الليفر سبورت دي ما فيش حاجه اسمها كده في العالم ولكن الحاجه الوحيده اللي هي مدعمات الكبد على المستوى اللي واخد الاف دي اي اللي هو السلمرين العادي اللي احنا لأنه لان هو يقول لك ده وده موجود ده الوحيد المدعم ده الوحيد وفيتامين ه فيتامين اي واخد حضرتك؟ فيتامين اي اللي هو مضادات الايه؟ الاكسده لكن أنا اللي ان انا عايز ما, ما, ما اصرفش ميزانيه الاسره وميزانيه الدوله يعني انا لما اجي احسب الادويه وللاسف زملائنا برضو اصحاب مصانع الادويه بتاع داخلين في موضوع كبير والبروباجندا كبير لا انا بقول انا الغذاء الصحي المتوازن وان انا اخد مضادات الاكسده وان انا ابعد عن كل ما يضر الكبد الحمد لله الكحوليات مش موجوده في مصر حابب عن الاكلات الوجبات الجانك فود والاكلات السريعه والحاجات كلها ابعد عن التدخين ابعد عن اي في في حاجات معينه كتير قوي المساله بقى مدعمات الكبد ومنشطات الكبد على المستوى العلمي لا مش موجود وناقشناه وناقش زملائنا وما زلنا النقطه دي لان انا يعني اعمل ادويه بمليار بتتعدى مليار جنيه سنويا في حاجات لا انا عندي مم. في اهتمامات وتوزيعات اكثر ليها خطوره طيب يا دكتور من دي؟ والله مش مساله خطوره بس انا ممكن يعني بحرم المريض من طريقه العلاج الصحيحه مم. وهو ماشي دكتور كان كتبها مم. له من سنتين ثلاث سنين وشغال بيها لوحده مم. وكان ممكن تدارك حاجه اسوا وهو ماشي يقول لك انا باخد علاج الكبد لكن لا مم. طيب تقييم حضرتك بقى للجهود اللي بتتم على مستوى الدوله المصريه لمحاصره ومواجهه فيروس سي وهل فعلا بيتنا قريبين من نجاح هذا المشروع القومي يعني والله هي جهود ممتازه جدا جدا لما يعني لو احنا كنا جلسنا الجلسه دي من, ساعتين ساعتين. حتى آه. من أربع سنين وحتى من أربع سنين ما كناش نحلم بالإنجاز اللي حصل دلوقتي عظيم. ودي حقيقة ويمكن ده فكر فعلاً يعني يحسب لوزارة الصحة والتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة وتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لما أجي أقول دلوقتي الخطوة الجاية إن أنا ما عنديش قائمة انتظار بقى لها أكتر من سنة ونص في المراكز أنا عندي أكتر من 74 مركز تبع اللجنة القومية لمكافحه الفيروسات الكبديه واكثر من 114 مركز تابع للتامين الصحي ما عنديش فعلا قوائم انتظار يعني زمان الاول لو تفتكر حضرتك في البدايه كان الانتظار بيقعد اكتر من ستة شهور عقبال ما الواحد يجي دوره في العلاج دلوقتي ما فيش فاصبح التاسك بتاعنا والتحدي دلوقتي ان احنا نكتشف المرضى واخد بالك حضرتك؟ صحيح وهي دي اللي قمنا بيه من اكتر من سنه وشغال دلوقتي المسح الطبي الشامي ومسح وماشيه كويس قوي ببعض يعني المشكله دي. مش في العلاج بقدر ما المشكله في الوصول للمريض الان عمليه المسح بالزبط. او تحديد المرضى وبالتالي بدء العلاج معاهم ودي الدعوه بقى الدعوه للجميع وقلنا البداية يعني احنا لو واحد عمل اي عمليات جراحية سابقة او تدخل جراحي واحد نقل له دم فترة سابقة اكتر من خمس سنين ليه لا ما اعملش التحليل اللي هو تحليل اللي هو مش عايز اقول الرابيد تيست او الكاش سريع لا عمل تحليل الليزر اللي هو الاجسام المضادة المحترم اللي هو فيه دقة عالية واخد بالك وانا هتكلف شوية بس, بس بسيط مش هعمل البي سي ار ولكن ده كده مجرد ان عملت ده ولقيت ايجابي ارجوك مش هتعمل بي سي ار على حسابك ارجوك هروح اي مركز ووريهم ده اعمل بي سي اربعه على حساب يطلع لك قرار عن نفقه الدوله وعلى طول نمشي في الايه في الموضوع العلاجي. فهنا كشف المرضى دي فعلا هو التحدي الاكبر قدامنا دلوقتي كدوله مصريه والوقايه ان الطريقه اللي قلت لحضرتك المسح إن, ان انا اكتشف مريض والمريض ما يعرفش ان هو مصاب وفي نفس الوقت ممكن يكون مصدر عدوى احنا يعني نقول المريض فتره حياته بيعد من اربعه لخمس اشخاص فان انا اكتشفه ده واعالجه هفراً فانا بعمل من العلاج ده وقايه الاخرين واخد حضرتك زائد الوقايه بقى انا عايز يا استاذ شريف المصارحه مع الفتره الرئاسيه الثانيه للسيد الرئيس انا عايز الموضوع يتغير يتغير يعني انا عايز استراتيجيه استراتيجيه واضحه برؤى معينه في جود كبيره جدا سواء انا يعني عندنا طب الوقايه وزاره الصحه عند اللجنه القوميه ولكن في حاجات لازم نوصل لها نوصل لها يعني تطبيق الجوده لمكافحه العدوى في المستشفيات مش لازم تكون الحكوميه بس ده لازم في الخاصه لازم اداره العلاج الحر تتحرك معايا طب الوقايه تتحرك معايا لازم ان انا المفهوم نفسه تدريب العاملين واعاده تدريب ما اعتمدش على التدريب من خمس سنين لا اعاده تدريبهم لازم اقول لهم يا جماعه مثلا نفرض لو بحط منظار في جهاز التعقيم بتاعه الفتره بتاعته 52 دقيقه مش ربع ساعه انا حطيته فانا كبفتش بلاقي الجهاز موجود السيف وسائل موجود تعقيم السايدكس لكن هل الفتره دي الزام بيها صحيح. فانا لازم الفكر كله تدريب ونفس الحكايه الامانه العلميه في ان انا لو استخدمت الطرق الصحيحه دي ان انا هعمل وقايه لاخويا واختي وابني وبنتي بالمفهوم ده فعلا هقضي على فيروسين ان شاء الله في مصر طب وايه اهم او اخطر المضاعفات اللي بتنتج عن الاصابه بالفيروسات الكبديه دكتور محمد شوف احنا بنقول التطور الطبيعي يعني لو نسبة 100 تعدوا الدور لحد 80% منهم بيدخلوا الدور المزمن من 80% دول خمسهم 20% منهم على مدار 20 ل 25 سنة بيدخلوا في تلايف كبد يعني عشان طمن سادة الشديد نسبة قليلة بيدخلوا في تلايف كبد نسبة أقل جدا جدا ان عندهم تلايف كبد من 1 ل 7% سنوين بيجي لهم سرطان الكبد مضاعفات تلايف كبد أكتر خمس حاجات لو سرطان كبد لا قدر الله ممكن يحصل ارتفاع في ضغط الوريد البابي وما يصاحبه من حدوث دوالي في المريء التي قد تنزف او دوالي المعده او ممكن يحصل اعتلال دماغي وما يصاحبه من غيبوبه كبديه بمضاعفات او فشل كلوي نتيجه للفشل الكبدي بنسميه باتورينال سندروم شكل الكلى بالسونار كويسه ولكنها لا تعمل النفس نفس اللي هي بتحصل والكلام في مضاعفات تليف الكبد ممكن يحصل فيه اصابه بكتيريه ممكن لا قدر الله بتؤدي لمضاعفات خطيره م. عشان الوقايه دي اقطع الحلقه من الاول امنع الاصابه طب اصبت بالفيروس اتعالج طب اتعالجت هعمل ايه؟ لو عندي فيروس سي درجه تاثر نسيج الكبد اف 3 واف 4 ارجوكم لو سمحتوا لو سمحتوا عندنا حاجه اسمها متابعه او كشف مبكر لسرطان الكبد انا يعني مش بنخوف الناس لكن لا اف 3 اف 4 الوقايه بالاساس ولان التشخيص السليم والمتابعه من البدايه ممكن تجنبنا الدخول في متاهات يعني خلاص اف 3 اف 4 رغم ان الفيروس راح منهم لازم اعمل موجات صوتيه ودلات اورام كل اربع شهور ودي القواعد الارشاديه المصريه اللي احنا حطيناها من حوالي خمس سنين نروح لموضوع ثاني يا دكتور وبيقرب يمكن الشباب فكره الدهون الكبد على الكبد يعني عايزين نتوقف امامها شويه وحضرتك تقول على اسبابها وهل لها علاقه بفكره ارتفاع انزيمات الكبد في تحليل وظائف كبد مثلا؟ ممتاز طبعا انا بشرح حضرتك هو دهون الكبد طبعا موضوع كبير جدا واصبح مهم العالم كله مش في مصر بس ودهون الكبد احنا بنقسمها برضه مراحل ها في دهون بسيطه ده بنعمل مجسد طب نلاقي الكبد لونه فاتح شويه بنعمل وظائف الكبد مليها طبيعيه خالص فده بنقول له خلي بالك عندك تدهن بسيط ولو عنده بقى اسبابها حاجات كتير قوي يعني آه المرحله التانية لما الاقي دهون الكبد ده بيبقى اكتر شويه بالموجات الصوتيه وبيصاحبه ارتفاع في انزيمات الكبد م. ده بيسميه ناش ناش لو هو الكهوليك الكوليك هيباتيتس بيسموه التهاب الكبد او تدهن الكبد التفاعلي التفاعلي ده اصبح يعني رقم واحد في امريكا المتوقع لزرع آه الكبد هيكون نتيجه الناش مش الفيروسات الكبديه فاصبح مم. هم من العالم احنا في مصر للاسف شديد بينا نلاحظ موضوع الناش بدا يزيد ومش عايزين ندخل بقى مضاعفات الناش او مضاعفات دهون الكبد لما المرحله الثالثه اللي هي تليف الكبد مم. يبقى مش كل واحد عنده دهون كبد هيدخل في تليف كبد و بس بيبقى مؤشر ان انا ابدا اظبط نفسي كنوع تغذيه المسبب لتلف كبد سواء من مفطره او اختلال في مستوى السكر او اختلال في دهون الدم او الناس بيعملوا ريجيم قاسي بدون شاف طبي محترم الناس بيعملوا استئصال جزء من الامعاء لازم دول تحطوا عندي الناس اللي عندهم فيروسات كبد بيحصل لهم تدهن كبد في بعض الادويه السشي بتعمل تدهن في الكبد فاذا تدهن الكبد مش مرض واحد ولكن هو أسباب عرض. زي هو عرض مم. زي صداع ده بيبقى عرض وبالتالي التخلص منه او الشفاء منه له ايضا مجموعه طرق او وهي بالاساس يا دكتور محمد هي معالجه السبب اساسا مم. مم. والطريق الصحي في التغذيه السليمه مم. وهنا يهمني برضو الرياضه احنا الرياضه في مصر لابد ان ننتبه لها بشكل جيد جدا صحيح مم. طيب تضخم الكبد يا دكتور تضخم الكبد ايه موضوع تضخم الكبد واسبابه وهل من طريقه ايضا لتجنبه وايه هي علاجاته يعني حاجه برضو تنصحنا يعني يعني شوف تضخم الكبد برضو هو اسباب كتير جدا اسباب اصابه يعني آه سواء بفيروسات كبديه او اصابه آه بكتيريه الناس عندهم خراري لا قدر الله كانت نسبه قليله او اصابه بطفيليات زي بالهرس يا زمان واخبى حضرتك والملاريا والحاجات دي كلها دي اصابات اصابات التهابات يعني أو نتيجة سؤال الأخ الكريم اللي هو ساعات جدا التكيسات والحاجات دي بنلاقيها من ضمن الأسباب. أحيانا أسباب نتيجة أمراض دم اللوكيميا والليمفوما والحاجات دي والأمراض دي ممكن تؤدي لزيادة حجم الكبد بس معاها حجم الطحال برضه إيه بيزيد. لا قدر الله حدوث الأورام الأولية أو ثانويات من أماكن أخرى. في بعض احيانا نتيجه تاثر الدوره الدمويه يعني في في حاجات تاثر عضله القلب زي هبوط القلب الاحتشائي واخد بالك الدم كله ما بيمشيش بدرجه سليمه للاذن الايمن ومنه بيحصل فيه ارتجاع الدم ده على المدى الطويل ممكن يؤدي الى كبر الحجم وممكن يؤدي الى تليف في الكبد بنسميه كاردكس فهنا الموضوع كله لازم نشوف سبب كبر حجم الكبد في أسباب بيسموها أسباب سوء تمثيل يعني مثلا الناس اللي عندهم مرض تخزن الحديد الناس اللي عندهم آه النحاس الناس عندهم في نقص إنزيم مهم قوي اسمه 1 ألفا تريبسن بالك فأنت تريبسن ده صحيح قليل بس أحيانا بنلاقيه بس بنسبة قليلة جدا آه في مصر في امراض تانيه زي بيسموه جوشر أمراض تمثيل غذائي اخرى بس بنسبه بسيطه او وحاجات زي كده م. فهنا الفكره ان احنا اي كبر في حجم الكبد بيتم متابعته ولازم نشوف السبب السبب ونعالجه واحتمال بنعمل لمعرفه السبب بنعمل عينه من ايه؟ من الكبد, الكبد. طب ايهما يؤدي الى التليف يا دكتور الدهون ولا ولا التضخم ولا وايه المقصود بفكره التليف يعني للكبد شوف بقدر أه الله يعني حضرتك التليف دي مرحله متأخرة يعني يعني مرحله ايه بنقول ايه يعني التليف الناتج عن فيروسات كبديه بعمله زي التليف الناتج من تدهن الكبد واخبل كلمه تليف هو شكل الكبد بيتغير في موت خلايا وخلايا جديده برب بتخلق وبتخلق في غير اماكنها بغير وظيفتها من أن بيحدث خلل شكلي وحجمها غالبا حجم الكبد بيقل وتغير وظيفي وظائف الكبد يعني يعني صفرة ممكن تزيد الزلال يقل يبقى في عنده سيوله زائد المضاعفات اللي احنا عليها الخمس مضاعفات المهمين دول عشان نتجنب بقى التليف ان انا اتجنب سبب التليف ايه طب الناس اللي عندهم تليف لو تلاف متكافئ بيبقى في طبي ومعالجة لو في تليف غير متكافئ لابد لابد من واحد لعشرة زرع كبد ومن هنا بطلب برضو مم. من سيادة الرئيس في الفترة الرئاسية التانية ان موضوع زراعة الكبد ياخد الوضع بتاعه في مصر من نفعل قانون تم الموافقه عليه م. في مجلس الشعب في 2010 اللي هو زرع لأعضاء من متوفين حديثا من متوفين حديثا يعني لم يفعل ويعتقد دلوقتي. القانون النص كمان على الاماكن اللي لها حق العمل في هذا المنبوط. ده ده لازم هتكون اماكن طبيبية. حكوميه آه. ومحدده الفكره كلها لوجستيه وفكره ان انا اعمل النتورك اللي هو بتاعه واعمل البريوريتي واعمل طواني المراكز وموضوع يكون فيه اسعاف طائر عشان هارفست ممكن في نسبه اعتمد على الحوادث مم. موضوع ان انا الفكر نفسه كاشخاص يكون عندي الاقتناع ان انا اعمل وصيه وصيه بان انا يعني متبرع. يعني متبرع الناس اعتقد لو زادت ثقافتها هذا الامر سنصل اليه فكره في الناس تتبرع ببعض اعضائها بعض هي بعد دي الواقع. مهمه جدا وبعدين احنا عندنا في معاناه مم. لما اجي اقول لواحد يعني فن محتاجين زرع كبد او في ورم صغير قبل 5 سم طيب. محتاجين زرع كبد هو طريقة فعاله جدا واجي أحرك حد من ولاده او حد من قرايبه او ما لاقيش حد خالص والشخص ده بقى. محتاج فعلا زرع كبد فعلا فانا في اعتقادي ان من ضمن المهام والمشاكل الصحيه بالنسبه لنا حاليا لابد من ايجاد وسيله سريعه والاليات السريعه والرؤيه الصحيحه لموضوع زرع الاعضاء من التوفين حديثا ايه الاغذيه المحرمه على مرض الكبد يا دكتور اولا الدهون الدهون خصوصا الدهون المشبعه سمنه بلدي والقشطه والحاجات <applause> يعني الحلوه الجميله دي الحاجه المهمه جدا هي مساله الاضافات مم. اللي مضافات الطعم والنكهه والحاجات دي كلها فهي دي احنا موضوع الصناعات الغذائيه دي لابد الاهتمام بيه بشكل كبير جدا والرقابه على يعني احنا يعني مش عايزين نقول بقى ان احنا البلد اللي بنخلي العيش يتباع على الارض والجزء بتاعتنا في الباترينات مفروض المفهوم كله يتغير يتغير فعلا م. يعني مساله تداول الطعام ونوعيه الطعام والاشراف الصحي على الطعام دي موضوع مهم جدا جدا مش مساله تلوث بس لا مساله نوعيه الطعام وطريقه الطهي وفي حاجات يعني وقت برنامج مش حضرتك يعني في حاجات كتير قوي وعادات يعني غريبه بنعملها في مصر من احط الـ 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 الحاجات الساخنة في البلاستيك دي محرم جدا جدا في تفاعلات يعني فول مدمس اخواتنا البسطاء اللي محطوط في كيس ده منتهى خطورة منتهى خطور اه طبعا مم. فممكن نفرد حلقه بعد كده ان شاء الله لمساله العادات السيئه وزي نقدر نعالجها يعني. آه جداً, آه جدا 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 آه. يعني اخيرا طيب اهميه التشخيص المبكر يا دكتور بشكل عام وحضرتك تنصح آه الاشخاص اللي هم عايزين يطمنوا صحتهم من وقت للتاني يعني كل قد ايه يعمل, يعمل يعمل ما يسمى بالكشف الدوري و و... و... ومين هم اللي محتاجين كشف دوري اكتر من غيرهم يعني شوف الكشف الدوري احنا بنقول كفكر عام هو من 40 سنه يعني 40 سنه اللي عمره 40 سنه ده سن فارق شويه ولكن اذا كان في واحد مخالط لاي مريض سواء فيروسي فيروس بي اي حاجه ده برضه بنصحه ان هو يكشف فورا اي واحد زي ما قلت عمل اي تدخلات جراحيه مش لازم عمليه جراحيه حتى لو اسنان في مكان انا مش معتقد ان هو كان في طريقه التعقيم اللي الكافيه لازم اطمن على نفسي. الكشف الدوري لا الكشف الدوري ان انا بحدد كل فتره معينه مثلا لو ليكن كل ست شهور او كل سنه اطمن اب على نفسي ده اللي هو بلغ ال 40 سنه او الناس عندهم تاريخ اسري لبعض الاشياء يعني واحد جاي في تاريخ اسري عنده في كانسر في القولون مثلا ها ده له طريقه متابعه معينه ان انا اعمل منظار قولوني بعد سن ال 40 مره في السنه وهكذا يعني في بروتوكولات محطوطه دلوقتي لكيفيه الكشف الدوري احنا بنشكر حضرتك كالعاده العفو قدمت العفو لنا جرعه طبيه عظيمه وتثقيفيه وتوعويه الاستاذ الدكتور محمد علي عز العرب الاستاذ بالمعهد القومي الكبد بنتمنى لحضراتكم دوام الصحه والعافيه صحتاك فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى ربنا يمتعكم جميعا بالصحه والعافيه والشكر جزيل وموصول لاستاذ الدكتور محمد نشوفكم بكره ان شاء الله على خير الى اللقاء